من تحت هذه الأنقاض يحاول هذا العراقي الموصلي عبثا إنقاذ بعض من ذكريات عائلته. ليس هناك سوى ذكريات مبعثرة وفرح محترق وأشلاء صور وشرائط فيديو متلفة كانت توثق أياما سعيدة عاشوها قبل أن يسلبهم تنظيم داعش مدينتهم ويدفن ذكرياتهم حرقا أو تدميرا محاولا القضاء على الحياة. هو اللي يؤلمني بداخلي ماكو شيء تركه لي، يعني حتى هذه الصور، يعني صور ذكريات طفولة الحياة اللي مرينا بها من الولادة من هذا اليوم مسحوها، ما خلوا لك فد رغبة بالحياة داخل مالنا مقتول. هذا قضاء الحمدانية، أحد أقضية محافظة نينوى شمال العراق، يقع جنوب شرقي مدينة الموصل، وتسكنه غالبية سريانية. تعمد داعش تدمير البنى التحتية فيه وحرق الدور السكنية وتدميرها قبل الانسحاب منه. قلبت الأرقام كلها قلبتها قبل نص ساعة، لقيت بس لقيت دفتر، يعني صورنا ألبومات البومات ما لقيت اثر كله، بس محروقه شغلات، يعني انا بيدي قلبته بالمسحه، قلت بلكي الله لقى فد شيء يدل انه عندي وجود بهاي البلد. صار ضاع كل شيء، هذا السجل اللي مذكره عاديه ما يعني ما خليتها من مسحه، وحتى بياناتنا الشخصيه اللي عايد لنا صورنا البوماتنا، هذا اللي باقي من عنده، مو بس بيتي، هاي المنطقة كلها، هذه المنطقة كلها تقريبا ما سالم بيت واحنا بيها، كلها نفس الطريقة، مكيفات ما قبل الحيطان، بيبان شبابيك طالعة، سفلت ما موجود باغ، يعني مو هذا حال والله، يعني الإنسان تعب نفسيا تعب. رافقت كاميرا قناة الآن رجال الأمن وهم يساعدون السكان على الدخول إلى المناطق المحررة للاطمئنان على منازلهم. الذهول كان يسيطر على أصحاب المنازل وهم يرون الدمار الذي لحق بها. يحاول رجل الأمن هنا فتح غرفة مقفلة في منزل هذا الرجل الذي كان يأمل أن يجد محتوياتها وقد سلمت من الحرق والتدمير، فتبعث في نفسه الرغبة بالتمسك بالعيش من جديد في حيه، لكن سواد الجدران أحاط به كما أحاطت به بقايا الأسلحة والذخيرة التي استخدمها الداعشيون الذين احتلوا المنزل. ضد الأشخاص إذا الدروع هذا الحائط الوضع كله، بس هذا ضد الأشخاص. هو عالس هاي تكن دمويته. هذه فيلا. اي هاي الـ RPG 7 هذا ضد الأشخاص. هذا بنا رامين عليه بالأرض معنا. طبعا هاي البيوت مو بس قرابة. هذا مالته، هو مالته. هاي البيروانا مالته، هذا يجي يفطر هيجي. يفطر هيك. طبعا هاي البيوت مو ايضا مو بس قضاء الحمدانيه، هيك اكو بيوت ايضا كرم ليس وبرط الله، بس المتاذيه اكثر هي قضاء الحمدانيه. طبعا هسه هذا الحي بالكامل ما تطلع بيت او بيتين ما محروق، كله محروق. هذا الشارع كله هسه هذا الشارع كله محروق، وطبعه سايدين ايضا همنا كله محروق، على ذيك المنطقه همنا كله محروق. منذ الساعات الأولى لاحتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى في 10 من حزيران يونيو عام 2014، تعرضت المدينة المطلة على نهر دجلة لعمليات تدمير واسعة في أعقاب فرار قوات الجيش والشرطة إثر هجوم شنه داعش قادما من مدينة الزور السورية المجاورة، وسيطر خلاله على كامل محافظة نينوى. أطلق داعش حينها على المعارك التي خاضها في هجومه هذا اسم غزوة أسد الله البيلوي، وسمى المحافظة ولاية نينوى.
الصبح أنا جيت كتبت إلى جيراني الأعزاء، أنا فتت بيتكم والحمد لله البيت آمن، ويمكنك الرجوع. أخوكم أيمن موما وميلاد زكر، هذا صديقي اللي كان وياي بتاريخ 6/6 يعني البارحة. إحنا من إجينا أول يوم، واليوم همين جيت تحت هاي الغرفة. هذا طبعاً كان المكتب، أنا أخذت منها الأوراق والأسامي، والأسامي مالت الدواعش مالت يعني مثل طلاب كان عنده أو كجريدة إعلامية وهاي الشغلات. يعني شوف هذا المكتب، هاي المكتبة مالته اللي يخلي بيها الدفاتر، طبعاً أخذتهم كلهم ما بقيت ولا شيء. وهاي الغرفة شوف مال التعليم مالهم، هسه أشوفه هذا ما شوف المكان نظيف يعني ما عندهم طالعين منه يعني أقول لك 7 أيام أو 8 أيام. باوع هاي الكتب مالهم هيك كانوا يعلموهم، هاي الكتب مالهم هذا اللي كانوا يعلموهم. باوع باوع كل هذا، باوع هذا اللي كانوا يعلموهم. شوف هاي اليوم أنا طبيتها أنا وصديقي وعلى مسؤوليتنا طبينا لأن البيت كان مقفول. باوع هسه هسه هاي شوف مجلات مال الجريدة مالهم، باوع هسه هاي الجريدة مالهم. هاي الجريدة مالهم شوف الأقراص مالهم، أيضا أكو أناشيد، أكو أقراص مال العالم مال حفلات مال العالم مال الزواج مثلا وهاي الشغلات. يعني العالم كانوا ساكنين قبل هنا جيراني مراسيم حفل وكليل مال منو هذا ما أعرف، نشوفهم منين جايبيهم. باوع هسه هذولا اكو مال اناشيد مالهم ايضا انا اخذته، بس هذا ان شاء الله راح اخذهم واوصلهم للناس اللي موجودين هسه بطلين كردستان قاعدين نازحين. يشتر نهر الخوصر ساحل الموصل الايسر الى نصفين تربطهما 6 جسور صغيرة قصفتها الطائرات العراقية لعرقلة وصول الامدادات لداعش خلال عمليات تحرير الساحل الايسر للمدينة. وتعد الموصل ثاني أكبر المدن العراقية من حيث السكان بعد بغداد، إذ يبلغ تعداد سكانها 2 مليون نسمة. عاش مضروبة بهاون. هذه المشاهد سجلت أواخر ديسمبر 2016 في الساحل الأيسر من الموصل إثر تحرير معظم الأحياء بعد 2.5 عامين من احتلال داعش، فيما بقيت بضعة أحياء تشهد معارك متفرقة قبل انتقال القتال إلى الساحل الأيمن من المدينة، حيث تتحصن معظم فصائل داعش الضاربة استعدادا للمعركة الفاصلة. الخراب مر من هنا، كل حي وكل شارع في الساحل الأيسر من الموصل يشهد بذلك، ولو كان للحجارة المتناثرة صوت لحكت كيف دكتها المعارك المتبادلة خلال عمليات التحرير، ولو كان للميادين صوت لروت أهوال الذبح التي نفذها مسلحو داعش. هذه الأهوال ستبقى أمدا طويلا في ذاكرة الأهالي الذين شهدوها. كاميرا قناة الآن تنقلت في المناطق المحررة من الموصل خلال ساعات الهدوء الحذر الذي تكسره نيران القتال على ضفة النهر بين وقت وآخر. بضعة موصليين يخرجون للتبضع والتزود بالغذاء والمياه والاحتياجات الضرورية قبيل العودة على عجل إلى منازلهم خشية من تجدد القتال. احنا عملنا هنا نحامي النبي يونس ونحامي المدنيين، مراقبة للشارع على مود هاي الطيارة المسيرة يعني بين توقع عمان وعن الناس الأبرياء والناس والشرطة والحشد يعني دائما طيرون طيارات مسيرة الدواعش المجرمين القتلة. انتوا باليوم كم طن في الطائرة يشوفون يعني؟ والله يوم يعني بالنهار يعني مرتين ثلاث تجي لي على هذا منطقة النبي سوق النبي والمنطقة دي عشاء السايدين عن هنا. قبل 4 أيام انتحاري بلغونا عليه أخواننا المواطنين وفجرناه مع ذاي واحد. والله عانينا معاناة كثيرة. أول شيء الحصار، سدة الطرق، لا أكل، لا
لا شرب لا خدمات، كل شيء، لا تليفون أبد، كل شيء ماكو. كانت وين الموصل دقل الشوارع كلها تدمرت. كان عالم تجي سياحة من تركيا، من كل الدول تجي على نبي يونس. هذا حال نبي يونس، شوفوا شلون صار. زين بسلامة الدواعش، الله ينعلهم، دمرونا، دمروا حياتنا، دقل صار شوارعنا دمرنا، سياراتنا راحت، بيوتنا راحت، عوائلنا نص ماتت. والله ثلاث ارباع اللي اعرفهم اني ماتوا، 17 18 نفر اصدقاء واقارب ماتوا، شتلوهم. انا من الناس يتمسجون عندهم، وسع هويتي عندهم. زين المسيره جتني. زين طوال شهري اكتوبر ونوفمبر من عام 2016 لم يتوقف داعش عن استهداف الاحياء المحرره في الساحل الايسر بالصواريخ والهاونات والطائرات المسيره التي استخدمها لالقاء القنابل من الجو على الاهالي بحجه انهم مرتدون يستحقون الموت لعدم محاربتهم الى جانب داعش. اشكال العذاب شفنا، يعني حاسبك على كل شيء. كل من يطلع يقول لك لحية وإزار، هاي بسيطة، هاي شغلة اللحية والإزار، هذا واقع حال لازم نعيشه. بس أنت أحكي لك على الأكل والشرب والجوع، شتنا الجوع، لا أكلنا أكل، لا شربنا شرب، لا كهرباء لا كهرباء، لا مينا مي، لا سياراتنا سيارات، لا بنزين، كل شيء ما كان أكو. تشتري بطل بنزين مع الحراقات يلعب النفس، السيارة تمشي منها لغادي تقوم ب 2600 دينار، بس البنزين بطل 1000 دينار، وأرقى بنزين، لتر ب 450 500 دينار. زين قبل كنا فردنا ومنتهين، يعني هسه الحمد لله فضول قوات الامنيه جوي وحررونا وخلصونا من الظلم اللي كنا بيه. طبعا تعرضت المحافظه الى كثير يعني من الخراب والدمار، جوامع، شوارع، خطوط كهرب، مجاري، يعني اي شيء هو يخدم المواطن تعرض للخراب. وهسه يعني شوف انت قدام عينك جوامع، الشوارع كلها مفلشه، هدم، حركه يعني شبه معدومة، لأن أكثر التقاطعات مكسرة، ترافيك لايتات ماكو مكسرة. إحنا أولاد المنطقة، يعني أنا يعني والد بالموصل، يعني من أشوفها يعني حزب نفسنا، يعني هذا معلم من معالم الموصل، هو كل الجوامع، يعني هاي من معالم الموصل، يعني اللي يعني من أي شخص من يجي الموصل يقول لك روح للنبي يونس. ليش؟ لأنه هو معلم من معالم المدينة، فمن يشوفه بهالصورة طبعا يحزب نفسنا. يعني نتمنى، يعني نتمنى من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يعني يعجلون برجاع جامع النبي. هنا بالقرب من تل التوبة التاريخي يتحسر الموصليون على روح المدينة التي كانت تنبض في هذا المكان تماما، حيث كان مرقد النبي يونس الذي فجره داعش صيف 2014. كنا نجي نطلع، والله بالزفة مالتنا طلعنا لي فوق بيها بالسيارات. اي والله طلعنا وكنا نطلع وننزل بالسيارات، نجيب العشاء ونطلع فوق. ايه نجيب العشاء ونطلع فوق مع الولد ونتونس. هو كنا نطلع على جامع النبي يونس عليه السلام، نطلع. ايه والله نطلع نجيب عشاء، حب شمس، نقعد على جامع النبي يونس، نطلع ونتعلى، الولاد يطلعون ينزلون. ايه منطقة مال كل هذه، منطقة هذه منطقة مال كراد، وهذه منطقة مال عرب، وكلها بالنبي يونس. اي والله النبي يونس كلها تجتمع سوا، هذا سوق النبي يونس كانوا يسموه. اي والله هو عيشتنا على سوق النبي يونس. اي سوق النبي يونس، منطقة النبي يونس، الموصل كلها باسم النبي يونس. الموصل كلها كان قبل هاي كل الأضوية تعلق، الأشجار هاي كلها قلوبات حلوة، بتفوت من هنا واحد ينفتح قلبه. في الرابع عشر من تموز يوليو 2014 فجر داعش جامع النبي يونس الذي كان رمزا إسلاميا وموصليا بارزا منذ العصر العباسي. فقد شيد الجامع في عهد الخليفة العباسي المعتضد بالله في القرن الثالث الهجري، ثم جدده جلال الدين الختني في القرن الثامن الهجري وأمر بإقامة قبة فوق قبر النبي يونس، وكان الزهاد والنساك يأوون إليه حتى عرف بمسجد التوبة، وقد قسيت جدرانه الخارجية بأحجار الحلان البيضاء المصفرة، وكان يوجد في جدران الحضرة من الداخل محراب من المرمر وقطع خزفية مزججة لازردية اللون ومربعة الشكل.
كل هذا التاريخ مسحه داعش بتفجير. مشاهد الدمار والموت لحقت الموصليين حتى بعد التحرير، فقد كانوا مجبرين على رؤية جثث الدواعش ملقاة في كل مكان. ولا زال موجودين مقتولين دواعش، هنا كانوا اثنين، هنا اثنين، لي جوا اثنين، يعني هو كله اثنين اثنين. تشوف وين ما تفتر هناك كانوا اثنين، براس الشارع مالنا اثنين، يم المدرسة اثنين، يم المولدة اثنين، وين ما تمشي اثنين اثنين مقتولين. هسه ولا زال بعدك اثنين ايه هنا، قبل كم يوم يعني يم الفرن اثنين، واحد طقق الحزام ماله، كان لابس حزام، جد الهندسة فكوا الحزام ماله وطقوه، وطقوا عبوة ايه هنا. وراها بيومين جو نظفوا المنطقة كله بالكامل جماعة الهندسة، فككوا المنازل العبوات، جو فتشوا المعامل ما داعش بالمنطقة. والله يا ابو اني اقول لك عن نفسي، رحت افوت ببيتي ما خليني افوت ببيتي، فتت يعني طالعه خطار من بيتي، رجعت على بيتي الدواعش ماخذين بيتي والجريح مالهم بالغرفه وما يقبل يخليني افوت على البيت، وقفتني بالحوش قال لي ما تفوتين على البيت يا ابو بيتي، دفوت بس اخذ لي ملابس ما يقبل. فتت على يعني بالتوسيل فوتني لي جوا البيت مليان سلاح باشكال الاسلحه واجهزه المنادات مالهم والاكل والشرب وكل الشغلات جوا، فبالزور خلاني افوت للبيت، بس اخذت ملابس وطلعت وقال هالمره جيتوا مرت لكم ما تجون، عندنا قاس بالبيت اريد اخذه غراض هذه ما يخليني اجي، وتفوتين لا تفتحين باب سطح ولا تفتحين اي باب ولا تاخذين اي شيء، بس اخذنا ملابس وطلعنا. انهزمت انا ما غادي راضي يقتلوني بصراحه، انهزمت انا ما جيت هنا على التامين، ظليت تقريبا شهرين اخوي لا مواد غذائيه لا فلوس، حاله يرثى لها، لا اكل لا شرب، كل شيء ماكو، يعني ايش اقول لك، يعني حالة تعبانة فرد مرة، لا تقدر تحكي، لا تقدر تقول، لا كل شيء ما تقدر تسوي بوقت داعش، كل شيء ما تقدر تسوي، يعني حالة وضعية تعبانة فرد مرة. وأنا شوف عيني شفت يوم دانيا ماركت ثلاثة ذبحوهم قدامي الدواعش، ثلاثة ذبحوهم قدام عيني، أنا شفتهم يم الماركت الحي نور. والله شعور هذا يعني ما بشر يسوي، يعني نحن انهارينا وقعنا، يعني العدل أنا والدتي كانت معي وغمى عليها مشاهدة هذا المنظر مال دواعش. ما عاد اقول لك والدتي كانت معي وقعت غمى عليها، حتى تاثرت رادت تروح تقول لهم يعني لا تسوون هذا الشيء، واحد منهم انضرب جلطه قبل ما يذبحوه، يذبحونه قدامنا ذبح ابد، ماسكه من كتافه وخلى السكين على حلقه يذبحوه. قاعدين جوا الدرايج ما نطلع، صار هذا الضرب صار هذا القصف، احنا قاعدين جوا الدرايج ما نطلع، شوية خفت نطلع بس نسوي أكل للأطفال ونرجع مرتلخ على مكاننا، ماكو ما نطلع. قصف عشوائي يعني إحنا اليمنى هاونا نزل على بيتهم، يعني إحنا إيش أقول لك، يعني ما توصف حالتنا، ما توصف يعني أشقد ما دنحكي ما توصف حالتنا، ما حد عاش معانا اللي يعني يقول لك ما صعبة. خلال فترة احتلاله لمدينة الموصل فرض داعش على السكان سلوكيات وفق مفاهيمه المتطرفة، مغيرا الحياة المدنية الوسطية لسكان المدينة. لاحق مسلحو داعش الرجال والنساء على السواء، فالخروج إلى السوق برفقة الزوج للتبضع يمكن أن يتحول إلى تهمة يجلد بسببها الزوج وتعنف المرأة علنا. إن ارتأى داعشي أنهما خالفا قواعد السلوك المفروض على أهل المدينة. ظلم أسود. احكينا شوية من هالمعاناة. والله ولد ما يقدر يطلع برا، لازم إزارك، لازم لحيتك، لازم الصلاة ملحقيهم. أكو أحد ما يعرف يصلي بهذا الوقت؟ ما يعرف يصوم؟ أكو أحد ما يعرف ربه إلا بيهم هما؟ ماما بش تأذيتهم؟ والله تأذينا بكل شيء، كل شيء حياتنا أذى من ناحيتهم ومن ناحية المادة. من ناحيتهم تعرف انت، لا مره ما تطلع، بنت ما تطلع، هذا بس ما تنزل غطاء ثاني ياخذون الهويه مع رجلها، وهاي ها لا ما يروح على الهويه، يظل 3 أشهر 4 أشهر ما يروح يراجع على الهويه، الا دي يروح عليهم دي ياخذ الهويه دي يجلدوه. مثنى داعش دمار شامل، يعني لا خلانا لا معيشة لا مصدر رزق لا، ومن عدا هذه الراحة النفسية يعني كن دمرونا إذا كان نساء وإذا كان زلم، لا خمار لا إزار لا اللحية، حتى ببيتك أنت قاعد ما مرتاح،
اذا شاف باب حوش مفتوح يحاسبنا، اذا شاف مره طالعه مع زوجها يحاسبها. اكو حد اخذ منكم من النساء؟ لا، بس اني مره واحده نزلت على السوق يعني حاسبني لان ما منزله الطبقه الثانيه، فخلاني مسك لي تاكسي قال لي تطلعين من السوق وتروحين على البيت لان ما منزله الطبقه الثانيه. لا لحيه لا شعر، ما تقدر كل شيء تحكي. بنطلون لازم كبير، هاي السوالف كلتها شيء عن موديل ما تلبس، كله قديم لازم. واخر شيء راديو يعني لبسونه مثلهم يعني نفس الزي، فش نسوي؟ جبرنا انهزمنا من غادي جينا هنا اتهجرنا من الجوع والضيمه شفناه. يعني انت تصور بطله زياده وصل 13 في البيضه الوحده، هذا البيضه بش قد صارت ب 2000 دينار، والبصل الوحده هاي ب 1000 ونص، ما زالت لحد ما بذاك الجانب اللي بعد ما متحررين. هزم داعش ودحرت فلوله من الساحل الأيسر من مدينة الموصل. عمليات التحرير الشاملة حين تسجيل هذه الحلقة كانت توشك أن تبدأ في الساحل الأيمن، حيث بقي آلاف المقاتلين من داعش متحصنين ومعهم آلاف آخرون من الفصائل الخاصة والانتحاريين. في الحلقة المقبلة نتابع الجزء الثاني من الطريق إلى الموصل، حيث رافقت كاميرا تلفزيون الآن القوات العراقية إلى عمق الساحل الأيمن للمدينة لتوثق أولا بأول تقدم القوات المحررة وتسجل شهادات الأهالي ممن عانوا الأمرين تحت سطوة داعش.